بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل فقه على الأدعية نبينا. والأفكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. من أدلة السنة في على فضل الدعاء وذكر ضابط المفاضلة بين الذكر والدعاء. يرحمكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وهذا مجلس في يوم الاثنين لثلاث خلونا من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالنسبة للمفاضلة في العبادات، هذا باب كبير جدا اطلعت فيه على رسالة في الدكتوراه في قرابة 600 صفحة إلى 700 صفحة، وهذا باب من الأبواب المهمة جدا ينبغي للمسلم أن يهتم به، يسمى باب المفاضلة في الأعمال. نذكر فيه مثالا على ذلك، وإن يسر الله عز وجل ونأتي به بهذه الرسالة نقرأها في هذا المجلس المبارك. فنتكلم مثلا عن المفاضلة في الزمان. أول شيء مفاضلة الزمان، فلا شك أن العبادة في الأشهر الحرم غير العبادة في غيرها، العبادة في عشر من ذي الحجة غير العبادة في غيرها، العبادة في عشر الأواخر من رمضان ليست كالعبادة في غيرها. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فبين لما قال ما من أيام العمل الصالح فيها، نكر في سياق هذه الجملة الشرطية تدل على العموم. أيضا نأتي إلى المفاضلة في المكان، فالعبادة مثلا الصلاة في الحرم تعدل 100,000 صلاة، الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعدل 1,000 صلاة. يعني توقع أنك أنت أخي الكريم مبارك، صلاة واحدة فريضة أو نافلة أو جنازة، فتجد أنها تعدل 55 سنة وخمسة أشهر وسبعة عشرة يوما. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. 100,000 صلاة لما تقسمها على خمس، لأن اليوم فيه خمس صلوات، ثم تقسمها على 30 في الشهر، ثم تقسمها على 12 في السنة، فتجد أنك بتتكلم عن 55 سنة وخمسة أشهر وسبعة عشرة يوما، هذه الصلاة الواحدة. ولذلك كيف للمسلم أن يطيل عمره الزمني؟ هذا هو المقصود بها، كيف لك أن تطيل عمرك الزمني بهذه العبادات في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. صلاة الليل في جوف الليل الآخر أفضل من صلاة الليل في أول الليل. أوتر النبي من الليل كله، أوتر من أول الليل ومن وسطه وانتهى وتره إلى السحر. لكن لا شك أن الصلاة في جوف الليل الآخر أفضل من الصلاة في أول الليل، ولذلك قال ربنا عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. لا شك أن الصيام في يوم الاثنين والخميس للنافلة أفضل من الصيام في غير من الأيام. لماذا؟ لأن النبي قال: يومان ترفعان فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا غير صيام الأيام البيض. بعض الناس يظن أن حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويعدل حديث الأيام البيض. كلا، الأيام البيض غير ثلاثة أيام من كل شهر، هذا فضل زائد. قال صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. وقال أبو هريرة في عند أهل السنن: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا غير البيض. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تعدل صيام الدهر، هذا غير. ولذلك قال: ولا بأس أن يوقع الإنسان صيام ثلاثة أيام من كل شهر في الأيام إيش؟ في الأيام البيض، لا حرج في ذلك. فهذا هو المفاضلة في الأعمال. تجد مثلا حديث البراء بن
ابن عازب عند الترمذي وحسنه وحديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمنح منيحة ورق أو لبن أو يهد، قال ما من أحد يمنح منيحة ورق أو لبن. يعني إيش المنيحة؟ المنيحة الورق أنك تعطي الناس الفلوس، ومنيحة اللبن أن تأتي بناقة عشراء مثلا، أو تأتي بشاة فتجعلها، أو بجاموسة بقرة تحط عند الإنسان تقول له انتفع، إيش انتفع بها في فترة اللي هي بتكون فيها فترة أوقات الربيع، كما كان يفعل الناس قديما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري: 40 خصلة أدناها منيحة العنز، من عمل بها رجاء ثوابها ورجاء موعودها كانت له وقاية من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري. فما من أحد يمنح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا، وفي رواية أو هدى زقاقا. ما معنى هدى زقاقا؟ يعني دل ضائعا في الطريق، كان كمن أعتق رقبة. وفي رواية أهدى زقاقا من حديث النعمان، وفي الباب عن النعمان أيضا قالوا أهدى زقاقا. هذه يأتي الناس في بعض الأحياء تجد البيوت متلاصقة، ففي أرض فضاء الناس يعبرون منها إلى إيش؟ إلى المسجد، فيأتي صاحب الأرض فيبنيها ثم يجعل ممرا ليستمر مرور الناس إلى المسجد. الله يهدينا وإياه، عفى الله عنه. لكن حقيقة الذي وجدناه في كثير من الناس كمسجد عندنا في حي الصفا جامع التوبة، تعرف أنت أبا الوليد، يعني لما جاء الرجل بنى جزاه الله خير فأعطى للناس إيش؟ ممرا أو أهدى زقاقا، جعل ممرا يمر الناس فيه إلى إيش؟ إلى المسجد. لأنه لو بنى البيت كاملا ومن حقه، ما حد يقول له شيء، من حقه يفعل ذلك. لكن انظر كيف أن الإسلام والشريعة تهيج النفس على المفاضلة في الأعمال. فمن يهدي هذا الزقاق كمن أعتق رقبة، وله أجر كل من يذهب إلى إيش؟ إلى الصلاة. الآن إحنا نقرأ في كتاب مثلا فقه الأدعية والأذكار، ونقرأ في كتاب ابن عبد البر وفلان 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 رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا، متى أخلصوا النية في هذه الكتب وفي كتابتها كان يجري الأجر عليهم وهم فين؟ في قبورهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجري الأجر عليهم وهم فين؟ وهم في قبورهم. هذه فضيلة العمل الصالح، فضيلة المفاضلة في الأعمال. وعلى كل حال الباب هذا باب واسع جدا، باب مفاضلة إيش الأعمال، لعلنا نفرد له في كتاب بذاته لندرسه. لكن حبيت أن أقدم بهذه المقدمة فيما يسمى بمفاضلة الأعمال، مفاضلة الزمان الفاضل والمكان الفاضل والدعاء الفاضل. ولذلك أنا أقول مثلا يأتي إنسان يقول أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم الجمعة وليلة الجمعة: أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. أيهما أفضل؟ نأتي بالصيغة الإبراهيمية أم نقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد؟ نقول هنا تأتي بالصيغة الواردة، هذه مفاضلة الأعمال. فمئة من الصيغة الواردة أفضل من 1000 من الصيغة الغير واردة. هذه خذوها قاعدة يا أحبابي، الذي يرد في السنة أفضل مما لم يرد وإن كان يجزئك. نعيد، هذه قاعدة مهمة، ما ورد أفضل مما لم يرد وإن كان الذي لم يرد يجزئك. نضرب مثال: الأعلى والغاشية تقرأ في يوم الجمعة، والجمعة والمنافقون تقرأ في يوم الجمعة، والجمعة والغاشية دي ثلاث سنن في يوم إيش؟ في يوم الجمعة، أقصد للإمام في صلاة الجمعة، هذه ثلاث سنن، يا الأعلى والغاشية، يا الجمعة والمنافقون، يا الجمعة والغاشية. فأن تأتي بها أفضل ممن أن تأتي بغيرها وإن كان يجزئك. يعني لو واحد قرأ بالضحى والليل نقول له صلاتك صحيحة، لكن تركت إيش؟ تركت الفاضل وأتيت إلى المفضول وصلاتك تجزئك. وضح المثال هذا يا أحبابي؟ مثلا في يوم الجمعة، في
في فجر يوم الجمعة، ما السنة التي وردت؟ السجدة والإنسان. السجدة والإنسان. بعض الناس يؤم المسجد بالسنوات الطوال، عمره ما سمعهم السجدة والإنسان، يجي في هاي يوم الجمعة ويدور على آيات قصيرة ويفل ويمشي. طب سمع الناس الذي ورد ليعلم أنها إيش؟ سنة. أنها سنة أيها المبارك. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يقسم السجدة على الركعتين، وبعضهم ماذا يفعل؟ يقسم سورة الإنسان على الركعتين، وبعضهم ماذا يفعل؟ يأخذ جزء من السجدة في الركعة الأولى وجزء من الإنسان في الركعة إيش؟ الثانية. نقول تركت الفاضل إلى المفضول وإن كانت الصلاة تجزئك. عرفنا القاعدة هذه يا أخواني، دي قاعدة مهمة. إنما يرد، إنما ورد خير مما لم يرد، وإن كان يجزئك أنك فعلت مما لم يرد. فلما تأتي تبغى تقول أبغى أجيب ورد كبير في الصلاة على النبي، نقول 100 من الصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 من الصلاة الغير إبراهيمية، وإن كان قولك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أنه مجزئ لك. وهكذا دائما نتعلم ونتعود أيها الفضلاء الكرام أن نلزم غرز السنة دائما. يسأل طالب العلم، والسلف كانوا يسألون ماذا ورد هنا. يأتي أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول من أحق الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا هريرة ما ظننت أن أحدا ظن وأن، بمعنى أيقن، قاعدة، ظن وأن المشددة تأتي بمعنى اليقين، وظن وأن المخففة بمعنى الريبة أو الشك. قال تعالى بل ظن أن لن يحور، يعني إيش؟ شك وارتاب. وظن أنه الفراق، يعني إيش؟ أيقن أنه ميت ميت. عرفنا القاعدة هذه. فلذلك الحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتبين في هذه المسألة المهمة وغيرها من المسائل، يدلك على أن ما ورد أفضل مما لم إيش؟ مما لم يرد. وهكذا المسلم دائما يبحث عن الأشياء التي وردت ويبتعد عن الأشياء التي لم ترد. نعم. تقدم معنا فضل الدعاء من خلال عرض جملة من نصوص القرآن الكريم الدالة على عظم فضله وجلالة شأنه، وفيما يلي ذكر جملة من نصوص السنة الدالة على فضل الدعاء وكثرة عوائده وثماره وفوائده. السنة مليئة بالنصوص المشتملة على الحث على الدعاء وبيان فضله وعظمه ثوابه وأجره عند الله. من ذلك ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ثم قال والمشهور عند الناس هو الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف. صحيح الدعاء هو العبادة. نعم يرحمكم الله. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا كان الدعاء هو العبادة فلابد له من شرطين، الإخلاص والمتابعة. لابد أن تخلص في دعائك لله وأن تتابع في دعائك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وألا يخترع الناس أدعية من تلقاء أنفسهم تخالف الكتاب والسنة. نعم. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأبطلها. وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه البخاري. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
ففي هذه الأحاديث دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها، وإنما كان ذلك كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إليه سبحانه، ومنها والدعاء دعاء العبادة، صلاتنا زكاتنا حجنا، هذا اسمه دعاء العبادة. والدعاء الثاني هو دعاء المسألة بطلب الخير وصرف الضر، ولذلك إذا اشتدت على الإنسان الملمات فعليه بدعاء فاطر الأرض والسماوات، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ولذلك قال الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أو ما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ومن يتأمل في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يدعو الله في جميع مواطنه، ما أصابه من الضر من السحر، وهذا السحر هو سحر الربط كما صح من حديث عروة عن عائشة عند البخاري أنه يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن، فقام متضرعا إلى الله عز وجل، واستمر السحر فيه سحر الربط ولم يؤثر على عقله الشريف عليه الصلاة والسلام الذي زكاه الله فقال: ما ضل صاحبكم وما هو. استمر هذا الضر عليه 6 أشهر، أشرها أشدها 40 يوما الأولى، ثم يأتي فرحا لعائشة يقول: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فكشف الله عني. نعم. ثم تجده في مواطن الجهاد مع قلة العدد والعتاد: إذ تستغيثون ربكم، فيدعو الله عز وجل كما في الصحيح: حتى يسقط رداؤه من فوق منكبيه من على ظهره، ويلتزمه أبو بكر ويقول: كفاك مناشدتك ربك، لينجزنك الله ما وعدك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الإنسان ما ينزل به من اللأواء والضر، فأين أنت من دعاء من يكشف البلوى والضر؟ ولذلك الإنسان إذا نزل به ما ينزل به يعني: لا تجزعن فإن الفارج الله، يا كاشف الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يعطي بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. الإنسان دائما يدعو في أشد ما ينزل به من الضر واللأواء، ويتضرع لله فاطر الأرض والسماء، هو الذي يكشف البلوى ويكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نعم. ومنها أن العبادة كلما كان للقلب فيها أخشع والفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل. ولذلك الإنسان كيف يحقق ذلك؟ يحقق ذلك بتعظيم الشعائر. إنه يشق على الإنسان أن يأتي بالقاذورات إلى بيوت الله عز وجل، وليست القاذورات هي تلك القاذورات الحسية. أما ترى أن الإنسان لو أصابته نجاسة في بقعته التي يصلي فيها، أو في ثوبه الذي يلبسه، أو في جسده الذي يصلي به، ألا ترى أنه يتضايق ويزيل تلك النجاسة؟ فما بالك بهذه القاذورات التي تحملها في جيبك، مثل هذه الجوالات مثلا، أو مثل الألعاب، تجيب الباصرة وتلعب بها في ساحة الحرم المكي، يعني تتعجب من هذا الفعل. والله عز وجل يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أنا أريدكم يا أحبابي، كلما رأيتم هذه المناظر التي تؤذيكم أرجوكم لا تنسوا الدعاء: الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. انتبهوا لهذا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فليقل. وكلمة من اسم موصول بمعنى الذي في جملة الشرط تفيد العموم، مبتلا نكرة في جملة الشرط تفيد العموم. من رأى مبتلا، والابتلاء نوعان: ابتلاء حسي كل يراه، كمشلول أو كمشدوخ أو إلى آخره، وابتلاء معنوي وهو ابتلاء بالذنوب. فانتبه إنك تغيب عن هذا الذكر وعن هذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فليقل.
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنت ترى في بعض الناس يضع الريال على الريال والدرهم على الدرهم والجنيه على الجنيه والدينار على الدينار ليأتي لنظرة من هذه البقاع المباركة، وتجد الإنسان يكون قريبا منها عياذا بالله ولا يشعر بجمال تلك اللحظة، ما عنده أي sensation of the place، ما عنده أي نوع من حساسية المكان والزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وتتعجب لمن يأتي بقاذوراته، ربما يخرج الإنسان ينسى مصحفه، أليس كذلك؟ بلى، ينسى ما كتاب أذكاره، لكن لا ينسى تلك اللعبة التي يأتي وفي ساحة المكان المقدس هذا الذي حكمه من حكم المسجد، حكمه من حكم المسجد، يأتي ويلعب أمام الجميع. وما أعجب ما قال الأوائل: إذا بليتم فاستتروا. ليس هذا بحديث، إنما كلام من كلام العقلاء، وإنما الحديث هو كل أمتي معافى إلا المجاهرين، حديث صحيح. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعظم المكان وأن يعظم الزمان، والله عز وجل يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلما ترى مثل هذا تستعيذ بالله أن تكون مثلهم، وتدعو الله أن يهديهم وأن 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 يعافيهم. وهذا والله من الخسران ومن الحرمان يا إخوان، هذا من الخسران ومن الحرمان. إن الرجل في أيام قريش كان يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، يرى قاتل أبيه، قبيلة فلان قتلت من قبيلة بكر، قتلت من قبيلة تغلب، هذا هو قاتل أبيه، يراه في الحرم فلا يهيج، ومن دخله كان آمنا. فنسأل الله الستر والسلامة والعافية، وألا نؤتى من أمثال هؤلاء. نعم. ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أقشع والفكر فيها حاضر فيها، وإن الله لا يقبل دعاء قلب ساه لاهي. لذلك لما تأتي في الدعاء استجمع قلبك أخي الحبيب، أشعر بما تخرج من هذه الكلمات. ولما تأتي في الأذكار أيضا وفي تلاوة القرآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجمع قلبك في ذلك. عبادات القلب يا أخوان من العبادات المهمة جدا، إن شاء الله ربنا يسر نجعلنا سفرا في العبادات، إيش في العبادات القلبية، الأمر مهم جدا. إن الله، حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد أن يواطئ القلب العمل، وأن يواطئ القلب اللسان، لكي يشعر هذا القلب بجمال تلك العبادة. لماذا كان الأوائل يشعرون بجمال العبادة؟ لأنهم يستحضرون إيش؟ الله أكبر، يستحضرون قلوبهم. تجده يبكي عند قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم الإمام يصلي بنا جزاه الله خير، ومر بقول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فبكى وأخذته العبرة. ربما من يصلي يقول: ليش بيبكي؟ الآية مشهورة والناس كلها عرفتها، لكن ربما وجدت في القلب شدوخا، وجدت في القلب شعثا، فجمعت هذه الآية. فكيف يا عبد الله بعد أن من الله عز وجل عليك بتمام القرآن وكمال الدين أن تبحث عن البدعة؟ ولذلك قال اليهودي الكذاب لعمر رضي الله عنه وأرضاه: آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم ذكر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: كذبت يا عدو الله، والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم جمعة، يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى. آية مشهورة ومعروفة، وليست هي آخر آية في القرآن. آخر آية، آية 280 سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن وجدت شدوخ في قلب قارئها فأثرت عليه. ولذلك ميمون بن مهران عنده ابن اسمه عمرو. ميمون بن مهران كان قاضيا في زمان الحسن البصري، فقال لابنه يوما: يا بني هيا بنا إلى الحسن، يلا نبغى الحسن البصري يعظنا. وقلت لكم سابقا دخل
أحد السلف إلى بغداد أو إلى البصرة، فوجد الشوارع فارغة من الناس والحوانيت قد أغلقت، قال: أعيد ما علمت به لكم؟ قالوا: كلا، إن الحسن يعظ في المسجد. مثل الناس الآن، مباراة كرة قدم ما تلقى أحد فين؟ في الشارع. كل ولو ألقيت إبرة لسمعت لها طنينا وسمعت لها صوتا. فلذلك من شغل وكلف بشيء شغل به. في الشاهد، فذهب إلى الحسن البصري، وفي الطريق وجد جدول ماء، فنزل عمرو بن ميمون بن مهران حتى عبر والده عليه. شوف البر، سوى جسر، انبطح في الماء لين أبوه عيش عبر عليه. كبير كان في السن وكان بارا به. قال: فأطرق الباب فخرجت الجارية، قالت: من؟ قال: ميمون. قالت: أما زلت أيها الرجل السوء في ذلك الزمان السوء، أنت لسه عايش؟ تقول ذلك يعني من لميمون بن مهران. قال: نريد الحسن. قال: فأدخلتهم عليه، فإذا هو في طرف غرفة مظلمة، فقال: يا أبا سعيد، إني أجد في القلب قسوة، فاستلن لنا. فماذا أعطاهم من العلاج؟ 3 آيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، أنا وأنت في المتع سنوات، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما هو؟ الموت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وأول ليلة في القبر تنسي ليلة العرس. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، لقي يوما يهوديا، وكان قاضي القضاة بمصر، ويركب البرذونة وحوله صولجان القضاء، فوقف عليه ذلك الحداد أو قيل الزيات اليهودي الفقير، فقال: أنتم تقولون في دينكم إن نبيكم يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فأطرق هنية ثم قال: يا هذا، لو كنت أنا من أهل الجنة غدا فإنما أنا فيه الآن سجن، ولو كنت أنت من أهل النار غدا فما أنت فيه جنة. فما ملك اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقرأ عليهم 3 آيات: تبغى القلب يستلين، اقرأ القرآن، زيد وردك في القرآن، أكثر من القرآن. عبد الغني المقدسي كان له ابن عم كان يقول: إن المسألة تنغلق علي، يقول: زيد وردك في القرآن يفتحه الله عليك، زيد وردك في القرآن وانظر كيف يفتح الله عز وجل مغاليق الأرزاق ومغاليق الأمور، وكيف تزيد لك الأمور. قال: فما زاد عن تلك الآية فانفجر في البكاء. الحسن وميمون بكى، عمرو شاب صغير ما هو فاهم الموضوع. قال: حتى أتت الجارية وقالت: لقد أثقلتم على الشيخ، أخرجوا، يلا روحوا خلاص. فلما جاء في طريق العودة قال عمرو لأبيه: هو هذا الحسن؟ أهذا هو الحسن يا أبتاه؟ يعني كأنه يعني استقل الأمر عنده، وهذا بعض الناس اللي ما يعرفك إيش يجهلك. قال فضربه على صدره، قال: يا بني، والله لو وعيت ما قال لوجدت له شروخا وشدوخا في قلبك. هذه مشكلة، هناك من يقرأ الآية يبكي فيها ما يغادرها، وهناك من يقرأ الآيات ولا تحرك عنده شيء. ليه؟ لأن الريسبتورز فاكتورز أو عوامل الاستقبال إنها إيش تختلف من إنسان إلى إنسان، بقدر علمه عن ربه، بقدر ما تؤثر فيه تلك الآيات. نعم. والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع، وإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.